قول عمل اعتقاد يزيد وينقص. التوحيد لابد فيه من قول وعمل واعتقاد، لانك تقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد بقلبي يعني اعتقادا، ناطقا بلساني، عاملا بجوارحي. نعم. قال الامام الطحاوي رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. عندنا المجادلة والمناظرة وما يعني يكون من بعض الناس، فهل الآن نأتي ونتكلم بأشياء لم يتكلم بها الصحابة رضوان الله عليهم ولا تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة، لأن عندنا طريقة أهل السنة والجماعة في دراسة الأسماء والصفات أننا أخذنا فيما تقدم نرجع إلى ثلاث آيات: وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، ولا يحيطونه بعلم. صحيح، قاعدة. الغرض من دراسة الأسماء والصفات تعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا لا يمكن أننا ندرس باب الأسماء والصفات كما ندرس سيرة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما يمكن. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن الاستواء طأطأ رأسه وعلاه الرحضاء، يعني العرق، سئل أمر عظيم ما يمكن. مفهوم؟ إذن الغرض التعظيم، ونسير على القواعد الثلاثة. أيضا لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضوان الله عليهم، ولا نخوض ولا نسأل، فكل سؤال لم يرد عن السلف الصالح فهذا نقول بدعة. نعم. قال رحمه الله: ولا نجادل في القرآن. وهذه القاعدة الرابعة، نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. إذن هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في دراسة الأسماء والصفات. نعم. قال: ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. نعم، عليه الصلاة والسلام. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم. وقلنا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. نعم. لأنه يستحيل أن يأتي عاقل ويقول أن الله سبحانه وتعالى يعطي المخلوق الكمال، والمخلوق إذا كان كامل معناه يتكلم، وإذا كان لا يتكلم هذا معناه أنه ناقص، فكيف أن الله سبحانه وتعالى يعطي الخلق الكمال ويكون هو ناقص؟ ما يمكن. نعم. قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله ولا نقول بخلقه، اعلم أن القائلين بخلق القرآن أشهرهم طائفتان، إحداهما المعتزلة، فإنهم يقولون القرآن الذي جاء به جبريل هو كلام الله حقيقة ولكنه مخلوق. نعم. وقلنا أن المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، اعتزل مجلس الحسن البصري سبب التسمية، وخلاصة مذهب المعتزلة أنهم يقدمون العقل على النقل. نعم. قال: والثانية المتكلمون من الكلابية وأتباعهم، فهم يقولون كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، إن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنا. لذلك تنتبه عندما تأتي وتقول مثلا في القرآن، مثلا عبر عنه في القرآن، لا تقول هذه اللفظة، لأن عندما تقول هذه اللفظة توافق هؤلاء كلابية، فلا تقول، تقول تكلم الله سبحانه، قال الله سبحانه وتعالى، جاء في القرآن. مفهوم؟ نعم. إن قالها إمام من أمة أهل السنة يحمل على أحسن ما حمل ولا إشكال، لكن عندما أصبحت يعني معتقد عند هؤلاء تحذف عندنا من الكتب. مفهوم الشيخ؟ ولا تقال. نعم. قال: وهذه الخرافة يعتقدونها دينا يدينون الله به، وهم يوافقون المعتزلة في أن القرآن الذي جاء به جبريل مخلوق، إلا أن المعتزلة يقولون هو كلام الله حقيقة، والكلابية وأتباعهم يقولون هو عبارة وحكاية عن كلام الله. هو عبارة وحكاية عن كلام الله، لأنهم ينفوا الكلام. نعم. فعلى أي اعتبار؟ شيخ الإسلام ذكر
رحمه الله تعالى في التدمرية أن كل واحد كل فرقة من الفرق الضالة تأخذ ضلال من الفرقة الأخرى، فكل فرقة لديها ضلال من الفرقة الأخرى تلفق من هنا ومن هنا، حتى أن بعض الفرق جمعت كل ضلال في الفرق الضالة واعتقدت نكاية بأهل السنة والجماعة. نعم. فعلى قول هؤلاء الكلابية وأتباعهم يكون النبي عليه السلام لم يبلغ كلام الله، وإنما بلغ ما يدل عليه وما هو حكاية عنه. وفي هذا إنكار للرسالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ كلام المرسل، وقد ألزمهم أهل السنة بذلك. قال ابن القيم في النونية: وإذا انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان، لأنه لم يبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، وادعى هذا كفر أكبر. نعم. فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان، لأنك لو ترسل إنسان برسالة لابد أن يبلغ هذه الرسالة كما أخذها، صحيح؟ أي نعم. فمعناها لم يبلغ الرسالة، وادعى عدم تبليغ الرسالة كفر أكبر. نعم. إلى آخر ما ذكره من الأبيات العظيمة التي يعض عليها بالنواجذ. ومن أعجب العجب أن يتذاكر العالم من أتباع الكلابية في مثل هذه الأبحاث، فإذا مر ذكر الجهمية والمعتزلة قال: إنهم قد انقرضوا ولم يبق لهم ولا لعقائدهم عين ولا أثر، ولم يدر المسكين أنه هو وارث التجهم والاعتزال، وأن معتقده معتقدهم سواء بسواء. هذا إشكال. بعض الناس يعني في هذه الأيام يعني أول ما يبدأ مثلا بالقراءة في كتب العقيدة، قلنا لابد أن يتدرج، يعني يبدأ مثلا أول ما يبدأ لابد يبدأ بالأصول الثلاثة، هذا عند العلماء الربانيين، ثم كتاب التوحيد يرتقي، ثم الواسطية يتوسط بالواسطية، ثم الحموية يحمي بالحموية، ثم يدمر بالتدمرية، هكذا يرتب العلم. ثم بعد هذا يأتي ببعض الكتب الطحاوية كذا كذا، يمشي على هذه الطريقة. فعندما يقرأ مثلا يقرأ في الحموية، يقرأ في التدمرية الفرق الضالة، يبدأ لأنه أول ما يبدأ به يبدأ بمعتقد أهل السنة والجماعة، لا يقرأ أقوال الفرق الضالة، خطأ. نعم. يعرف الحق أولا وما سواه باطل. فعندما تقرأ مثلا مذهب المعتزلة الكلابية، مذهب مثلا الجهمية الجبرية القدرية، قد تقول أن هذه الفرق ليست موجودة ولله الحمد في هذه الأيام، لماذا نقرأ؟ فالأولى أننا لا أقرأ هذه الأشياء، لأنه ولله الحمد في هذه الأزمنة ما نجد معتزلي، صحيح؟ ما نجد يعني جهمي، ما نجد قدري، ما نجد جبري. هذا قد يقول بعض الناس، ولا يدري، يقول لا يدري المسكين أننا في هذه الأزمنة هناك من هو أشد وأخطر ممن كان في ذاك الزمن. أعطيكم مثال الآن: المعطلة، لماذا عطلوا؟ هو عطل تنزيها لله، هذا الكلام يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وقول العلماء المعطلة الآن لماذا نفى الصفات؟ لأنه اعتقد أولا، ولذلك قلنا أن أهل الباطل يعتقد أولا ثم يؤول ثانيا، فهو اعتقد أولا، اعتقد تنزيه الله، وهذا اعتقاد حق أو باطل؟ حق، مفهوم؟ اعتقد أولا وأدى هذا الاعتقاد إلى إنكار كل الصفات. الممثل اعتقد أولا، اعتقد ماذا؟ إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، ثم أدى هذا إلى التمثيل. إذن هذا كان عن اعتقاد وعن علم، تمام. أهل السنة والجماعة سأل الله يجعلنا وإياكم منهم، قال: ورد هذا، ورد هذا في النصوص، ورد التحذير من التمثيل، ورد وجوب الإثبات، فماذا أصنع؟ أجمع كما جمع في الكتاب والسنة، وأسلم بهذا من التعطيل، وأسلم بهذا من التمثيل. لكن اعتقد أولا، لا، استدل أولا وجاء بالأدلة ثم اعتقد، فهم؟ إذن هذا كان في القديم من المعطلة ومن الممثلة، عن علم وعن اعتقاد وعن تنزيه لله سبحانه وتعالى، تمام. في العصر الحاضر
لا، لا تعظيم لله ولا علم ولا غيره، بل أنهم يعني يسب الله سبحانه وتعالى. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل، في عندما أراد أن يتكلم على قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ثم قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين. لماذا؟ لأن الموحد لابد أن ينزه الله، أما المشرك يسب الله بالشرك. ولهذا قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المحبة، ومن قبح الشرك كونه مسب لله. وما قدر الله حق قدره هؤلاء الكفار، وهذا معناه أن الموحد يقدر الله حق قدره، ولذلك ينزه الله. ومهما نزه ومهما وحد لابد أن يكون في توحيده نقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي ثناء أنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يظن ظان أن لا فائدة من قراءة ما كان عليه المعتزلة. هناك في هذه الأيام من هو معتزلي بل أشد من المعتزلة، لكن لا يقول أنه معتزلي. الآن بدأنا نوضح أكثر، قلنا ما يقول أحد أنه معتزلي في هذه الأيام، صحيح، لكن هو معتزلي من دون أن يشعر. ولا يقول أحد مثلا في هذه الأيام أنه جهمي أو قدري أو جبري، لكن هو يعتقد هذا ويمشي على هذا بل أشد. نعم، تعيد بالله الكلام. قال رحمه الله العلامة ابن مانع: ومن أعجب العجب أن يتذاكر العالم من أتباع الكلابية في مثل هذه الأبحاث. نعم. فإذا مر ذكر الجهمية والمعتزلة قال: إنهم قد انقرضوا. هناك من في هذه الأيام من يقول هذه الفرق انقرضت. لماذا ندرس هذا الباطل حتى لا نقع فيه؟ بل هذا موجود، إذا انتهى الأمر ولا نرد. لكن هو في هذه الأيام أكثر. نعم، الملاحدة في هذه الأيام أتوا بأشياء لم يأتي بها من تقدم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الزمن إلا ما بعده شر منه إلى أن تلقون ربكم. الفرق الضالة، أول الفرق ظهورا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عليهم في عصر التابعين، أول الفرق ظهورا من خوارج والقدرية. كانت البدعة في أول الأمر شيء يسير. كيف يسير؟ أول خروج في الإسلام كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ كان باللسان. إذن الخطر لم يتعاظم، باللسان. ماذا قال؟ قال: اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أول خروج في الإسلام. ولهذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: لا يمكن أن يأتي خروج بالسيف إلا ويسبق خروج باللسان. فأول البدع ظهور شيء يسير. قلنا المعتزلة أول ما ظهرت الفرقة واصل بن عطاء، ماذا صنع؟ شيء يسير، اعتزل مجلس الحسن البصري شيئا فشيئا حتى صارت فرقة ضالة، لها معتقد، لها مؤلفات، لها كذا. نعم. قال: إنهم قد انقرضوا ولم يبق لهم ولا لعقائدهم عين ولا أثر، ولم يدر المسكين أنه هو وارث التجهم والاعتزال، وأن معتقده معتقدهم سواء بسواء. نعم، فماذا تصنع مع هذا؟ تبين له هذا وتحذر وتخوف وتقول: هذا مذهب القدرية، مذهب الجهمية، مذهب المعتزلة، اتق الله. تريد أن تسير على هذا؟ هل أنت معتزل؟ يقول: أعوذ بالله. طيب نرجع إلى أصول المعتزلة، هي أصول هذا أصلا بل زاد عليها. نعم، نسأل الله عافية والسلام. الذي ينكرون عذاب القبر مثلا، مثلا الذي ينكر إخواننا في هذه الأيام، يعني نسمع أشياء والله لم تكن في عند هؤلاء. يعني يأتي إنسان يقول: لا تستغرب إذا وجدت إبليس في الجنة. والله موجود في هذا. قال: ما يمكن تكفر إبليس. طيب، وأول خلق الإنسان قرد، وكذا وكذا وكذا.
الآن والله إخواننا في هذه الأيام كنا في القديم يعني الرد على أشياء يعني قد تقول أنها ليست من المسلمات، قد مفهوم، لكن اليوم أشياء من المسلمات يشكك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، في وجود الله سبحانه وتعالى، في الكفار، في تكفير الكفار، في تكفير اليهود، في تكفير النصارى، في تكفير إبليس، في أبي جهل، في أبي طالب. إيه نعم، نصوص واردة، إجماع من أهل السنة والجماعة يشككوا في الأمور المجمع عليها، مجمع عليها ليس فقط من أهل السنة والجماعة، حتى من بعض الفرق الضالة أجمع عليها. اليوم هناك من ينكرها والله وينشرها ويتكلم بها. نعم، قال الإمام الطحاوي رحمه الله مثل دفن الصالحين في المساجد، هذا أمر مجمع عليه، النبي صلى الله عليه وسلم في فراش الموت يقول هذا، أدلة من كتاب ومن سنة وإجماع أمة. يأتي من يتكلم بهذا ثم يخرجوه في القنوات التلفزيونية، وقال أجمعت الأمة، كذبت والله، يقول أجمعت الأمة على جواز دفن الصالحين في المساجد. عجيب، يعني يتبجح ويخرج ويقول إجماع، من أين لك الإجماع؟ الإجماع والله على خلاف هذا، ومن خالف الإجماع كفر، نسأل الله عليه السلام. نعم، قال رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، فأن العبد إذا ارتكب ذنبا من الذنوب سواء كان من الصغائر أو من الكبائر أو الشرك الأصغر، إنه هذا غير مخرج من الملة، المخرج هو الشرك الأكبر، لكن نحذر هذا الذي يرتكب الصغائر، نقول كثرة الصغائر تؤدي الكبائر، كثرة الكبائر يؤدي للأصغر، الأصغر يؤدي إلى الأكبر، فنحذر من هذا. فإذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ماذا نصنع؟ نقول هذا لا يخرج من الملة، فماذا نحكم عليه؟ هل نحكم عليه بالإيمان الكامل أو ننفي عنه الإيمان؟ قال لا هذا ولا هذا، نقول مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، يجالس لا يجالس حال ارتكابه للكبيرة، يحب لا، يبغض لا، ماذا؟ يحب بما فيه من إيمان ويبغض بما فيه من فسق وكبيرة، لا يحب حب كامل ولا يبغض بغض كامل، لا يوصف بالإيمان الكامل ولا ينفع عنه الإيمان. نعم، كيف يعني؟ يعني الآن رجل والده كافر، نسأل الله عليه السلامة، فهذا يعني الولد يحب الوالد محبة طبيعية ويبغض ولا بد بغض في الله، فاجتمع فيه في هذا الأب محبة وبغض. نعم، قال العلامة ابن مانع رحمه الله قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة إلى آخره، المراد بأهل القبلة هم الموحدون الله في عبادته، المخلصون له في معاملته، العاملون بمعنى كلمة التوحيد ظاهرا وباطنا، المصدقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به، الممتثلون أمره، الذين لم يأتوا بما يناقض لا إله إلا الله. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. نعم، فعندنا شروط لا إله إلا الله، إذا اختل شرط إذن خرج الآن، ولا بد لهذا نتعلم نواقض الإسلام، فهذا الأمر يعني قد تكلمنا فيه أن هذا من النصح للأمة، أن نتعلم النواقض ونعلمها الناس ونحذر الناس من هذه النواقض حتى لا يقعوا في ناقض من النواقض. نعم، والنواقض يعني ذكرها الأئمة، كتب الفقهاء، كتب الفقهاء، لا يوجد كتاب مؤلف في الفقه إلا ولا بد أن تجد فيه النواقض، أين؟ حكم المرتد، أشياء يكون بها الإنسان نسأل العافية والسلامة مرتدا خارجا من الإيمان إلى الكفر. نعم.